طبعاً خلال هالسنتين والعمل والراحة شوي جتني مكالمة وأنا في السيارة أرد، بالعادة ما أرد على مكالمات اللي ما هي معروفة، كان رقم ثابت من المنطقة الشرقية، منطقة الشرقية جامعة البترول، أصدقاء. رديت، ألو، عبيد بن سعد بن عبيد الشريف العبد الشريف، يعني واحد عارف اسمي. قلت نعم طال عمرك، من معي؟ قال دقيقة بيكلمك رئيس الديوان الملكي الأستاذ خالد العيسى. أهلا وسهلا، مرحبا. كان رجل رائع جدا في كلامه، في تقديمه، في سؤال عن صحتي وعن أهلي. فأنا بس أبغى أنتظر، وين رايحين؟ قال لي طويل العمر اختارك تكون عضو مجلس الشورى بدون تردد. هل موافق؟ قلت بدون تردد، احنا خدام للوطن وولاة الأمر في كل مكان وفي كل زمان، وشرفني أن أكون يعني خادم لهذا الوطن. هذا الكلام في مجلس الشورى 2016، يعني في الجلسة، في الجلسة المجلس السابع والدورة السابعة. فكان يعني حقيقة بس وقفت سيارتي أبغى أستعيد كل كلمة قالها، وكيف أنك تخدم وطنك وأنا متقاعد. فحسست بحجم مسؤولية عظيمة أنه ولي الأمر يختارك من 150 شخص في البلد. أعتقد أنها كانت يعني شرف كبير، أتمنى أن يكون عند حسن الظن وأن يقدم البلدي ولولاة أمري ما يستحق هذا الوطن وما يستحقونهم إن شاء الله. يعني عبيد العبدلي هذاك الطفل ابن عائلة بسيطة جدا في قرية من قرى الحجاز، ما كان عنده طموح إلا أنه يلعب كرة قدم أو أنه يشارك في نادي في لعبة من اللعبات. تدرج، وكان حلمه أنه يوصل الطائف، تطور حلمه، بدل الطائف جدة، بدل جدة لندن، بدل لندن نيويورك، طاف العالم كله. يعني هذه عبيد العبدلي. طبعا كانت معاناتي كثيرة، كنت أتأتي ما أعرف أتكلم، الآن الحمد لله أمسك ميكروفون أتكلم زي ما أتكلم اليوم. ما كان عندي ثقة في نفسي، كنت ضعيف بين الأقران، الحمد لله الآن أصبحت قوي بعلمي بمعرفتي هذه الأشياء غيرت عبيد العبدلي. عبيد العبدلي اللي كان رسب في ثالث ثانوي بأربع مواد، الآن أستاذ في الجامعة ومن أفضل الجامعات في المملكة العربية السعودية. عبيد العبدلي اللي كان يتبنى وظيفة في 50 شركة، يلا لقى في 50 شركة وظيفة، اشتغل في 5 جامعات، اشتغل في وزارة التعليم العالي، اشتغل في شركات كبيرة، كان رئيس تنفيذي. يعني حقيقة لما أشوف سيناريو حياتي أشوف أني أعطاني الله أكثر مما توقعت وأكثر مما حلمت. يعني فهذه كلها ما كان عبيد العبدلي ابن القرية أنه يحلم أنه يصير فيها وتتكامل السعادة وهالعطيات من الله سبحانه وتعالى، وأني اختارني ولي الأمر أكون مجلس الشورى. أنا أعتقد أني الحمد لله حققت يعني جزء كبير من طموحاتي. الآن أبغى في هالمرحلة أني أقدم لوطني من خلال بلدي أو وطني من خلال مجلس الشورى، ما أستطيع إن شاء الله أنه أترك أثر إيجابي في البلد وفي خير البلد. طبعاً النجاح يا مفيد نسبي، قد يكون نجاح عبيد العبدلي غير نجاح واحد من الناس. فكل واحد يشوف القيام من النجاح بناء على توقعاته. دائماً هنا في التسويق نقول إدارة توقعات الناس، كيف تستطيع أن تدير توقعات الناس. فنجاح شخص لشخص مهم جداً. دائماً نقول لشبابنا وشاباتنا اصنعوا هدف، وضعوا هدف، حاولوا تحققوه. هم يفكرون نضحك يعني لما نقول الكلام هذا، يتوقعون جيلنا مختلف وكانت الأمور نجاحنا أبسط من نجاحنا. بالعكس، النجاح في هذا الجيل أسهل بكثير، الأمور ميسرة لهم. يعني كم عندنا الآن من المشاهير موجودين في السوق السعودي أخذ منهم شهر أصبحوا مشاهير، بينما على جيلنا لازم تؤلف كتب ولازم محاضرات ويا الله اسمك يطلع. الآن اسمك ممكن يطلع بكل سهولة. فقول يعني النجاح يحتاج له تخطيط وتركيز وصبر.